السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي التلاميذ. دائما في اطار دراسه الخبر الوراثي، طبعا تعرفنا على مفهوم الخبر الوراثي، فموضوع الخبر الوراثي اليه نقل الخبر الوراثي اللي هو انقسام غير مباشر. درسنا بعد ذلك طبيعة الخبر الوراثي انطلاقا من تجارب جريفيث وأبيلي وأصدقائه، تعرفنا على أن هذا الخبر هو عبارة عن ADN. قمنا كذلك بدراسة بنية ومكونات ADN. بقي السؤال هو آلية مضاعفة ADN. هذه النقطة المضاعفة ADN لماذا سوف نقوم بدراستها؟ لأننا سبق وأن قلنا بأن أثناء دورة خلوية، طبعا قبل ما تدخل الخلية في انقسام غير مباشر، تقوم الخلية بمضاعفة الخبر الوراثي أثناء مرحلة السكون، بالضبط خلال المرحلة S من السكون. وبفضل هذه المضاعفة فهي اللي كتمكن أن يكون الانقسام غير مباشر توالد مطابق. لولا مضاعفة الADN أثناء مرحلة S من السكون لما كان الانقسام غير مباشر توالد مطابق، أي أن الخليتين الابنتين لهما نفس عدد صدريات الخلية الأم، نفس الخبر الوراثي. غنحاولوا هذه الحصة هذه بإذن الله نتعرفوا على آليات نقل الخبر الوراثي انطلاقا من تجربات. كاين تجربة ستايل ومسلسل وكاينة تجربة ستايل. فتايلور شنو دار؟ خدا وسط اقتياتي به جزيئة بها أحد القواعد الأزوتية التي تدخل في تركيب الADN، اللي هي قاعدة هي التينين. إذا وضع جزيئة تسمى التينيتين، وقام بزرع نبات في هذا الوسط أو نبتة في هذا الوسط. هنا دار التينيتين المشع، هو اللي رمزنا له بالأصفر، قام بزرع النبتة وتركها لمدة بضع ساعات، يعني لتكفي أن تتم دورة خلوية أولى. قام بنزع النبتة، غسلها لأجل إزالة آثار الإشعاع، وزرعها في وسط اقتيات آخر يتوفر على تينيدين غير مشع. تركها كذلك لمدة دورة خلوية ثانية، قام بغسل النبتة من جديد لأجل إزالة آثار الإشعاع، ووضعها للمرة بدورة أخرى في وسط غير مشع. يعني عندها ثلاثة أوساط، الأول مشع، الثاني غير مشع، يعني دورتين خلويتين. طبعا خلاها 8 ساعات باش تكون كافية لأجل دورة خلوية، عاود كذلك خلاها 8 ساعات أخرى لأجل دورة خلوية أخرى. في الأول في وسط مشع، الوسط الثاني غير مشع، الثالث غير مشع. فقام بعد ذلك بملاحظة مظهر الصبغيات، يعني حاول يشوف الصبغيات. فكنلاحظوا أن في الوسط الأول، بما أننا وضعنا النبتة في وسط مشع، فالصبغيات مشعة 100%. في الوسط الثاني نلاحظ أن عندنا أربعة صبغيات. إذا حسبنا عدد الصبغيات كنصيروا أربعة مشعين وأربعة غير مشعين، فكنقول أن نسبة الإشعاع هنا هي 50%. في الأولى 100%، في الوسط الثاني 50، لأن هزيناها في وسط مشع وحطيناها في وسط غير مشع، دونك 50% نسبة الإشعاع. غادي نشوفوا في الدورة الخلوية الثانية، فالصبغيات كنشوفوا إلا حسبنا أن 8 ديال الصبيغيات هما 4 صبغيات كل صبغي مضاعف، هما 8 صبيغيات، جوج مشعين هما بالأحمر وستة غير مشعين اللي هما بالزرق، فكيبان على أن عندنا 25% ديال الإشعاع. دونك لتفسيري، أنا غادي نشوف 25%، لتفسير
علاش كيتناقص نسبة الإشعاع؟ وحنا الآن هنا اللي بدلنا هو الوسط، في الأول كان وسط مشع، وفي الوسط الثاني والثالث وسط غير مشع، غادي نحاولوا نفهموا شنو هو السبب في تناقص نسبة الإشعاع، علما أن العامل اللي غيرناه هو وسط، الوسط وسط مشع ووسط غير مشع. خدينا صبغي طبعا في الدور من الوسط الأول، هاد الصبغي لا بد أننا صبغي اللي نجي نلاحظوه خصنا أو ندرسوه، خصنا ناخدو صبغي في المرحلة الاستوائية، لأن كتكون الصبغيات المضاعفة وأقصى تلولب. هاد الصبغيات غتمر بدورة خلوية أولى وغتعطينا كذلك أربعة، لأن التوالي مطابق، غتعطينا خليتين بنتين كل وحدة فيها أربع صبغيات كما هو الشأن بالنسبة للخلية الأم. حنا سميناها ماشي يعني ما كنعنيوش بها المرحلة الاستوائية جوج، كنعنيو بها المرحلة الاستوائية ديال بعد الانقسام، بعد مرور الدورة الخلوية الأولى، حصلنا على خليتين بنتين لهما نفس عدد الصبغيات ونفس نسبة الإشعاع، لأن الانقسام غير مباشر وصول مطابق. غادي نلاحظوا نقطة الانطلاقة ديال الوسط الأول اللي هو الصبغي، صبغي من داك الصبغيات في المرحلة الاستوائية هو الرسم ديالو، فهاد الصبغي تيكون مشع لأن وضعنا أول وسط في تيميدين مشع. عندنا صبغي في الاستوائية يكون مكون صبيغيين، كل صبيغي فيه جزيئات ADN بها لولب مشع ولولب غير مشع. الصبيغي الثاني كذلك فيه جزيئات ADN لولبين، ولولب واحد مشع والثاني غير مشع. نعم، تتمر مراها الانفصالية، مراها النهائية، فالنهائية كتحصل على صبغي مكون فقط من صبيغي به جزيئات ADN مشعة، حيث الإشعاع يتمركز في لولب واحد، يعني لولب مشع ولولب غير مشع، ورغم ذلك كيتسمى صبغي مشع، هي باش تبان لنا 100% الصبغيات مشعة. طبعا هاد المور المرحلة النهائية غندخل عاوتاني الخلية في مرحلة السكون. السكون شنو هو الدور ديالو؟ فيه مرحلة F التي سوف تمكن من مضاعفة جزيئات ADN. حنا غادي نشوفو كيف تتم هاد المضاعفة باش نقدرو نحصلو على مظهر الصبغيات اللي حصلنا عليه في القسم بعد الدورة الخلوية الأولى، اللي صبنا أن نسبة الإشعاع هي 50%. إذا تيفترق لولبي جزيئات ADN الأصلية، بما أن إحنا عندنا الوسط الثاني هو وسط غير مشع، فالمضاعفة ADN غتتم حسب مكونات الوسط، غادي يكون عندنا لولب غير مشع، هاو تكون لنا لولب غير مشع. كذلك الشأن بالنسبة للولب آخر اللي هو فرق غير مشع، غيتكون حوله لولب آخر غير مشع، فحصلنا على صبيغي مشع وإشعاع في لولب واحد، والصبيغي الآخر ثاني هو غادي نقول لكم دابا، هذا الصبيغي الأول اللي هو مشع لأن كان لولب أصلي مشع وتكون عليه لولب غير مشع، والصبيغي الثاني مشع 100 غير مشع لأن الوسط عندنا غير مشع، فكيكون صبغي به صبيغي مشع وصبيغي غير مشع كما ظهر لنا بعد الدورة الخلوية الأولى في الملاحظة التالية اللي فيها 50% ديال الإشعاع، 50% لأن صبيغي مشع وصبيغي غير مشع، رغم أن الصبيغي اللي هو مشع إشعاع كيتمركز في لولب واحد. غادي نمشيو بعد ذلك، غادي نحاولوا، ها هو درت نبين لكم الصبغيات المشعة، غادي نمشيو نفسرو بعد الدورة الخلوية الثانية لماذا حصلنا على 25% فقط من الصبغيات المشعة. بعد الدورة الخلوية الثانية احنا عاوتاني هزينا الوثاق وتكون حطيناها كذلك في وسط غير مشع، نفس الشأن داك الخلية غتنقسم وتعطينا خليتين بنتين بهما نفس عدد الصبغيات ونفس نسبة الإشعاع. حنا غادي ناخدو فقط
صبغي واحد دائما في المرحله الاستوائيه، لان الصبغي كيكون واضح مضاعف، وهذا الصبغي كما كنشوفوا هو صبغي في صبيغيين، صبيغي مشير وصبيغي غير مشير، لان الوسط اللي وضع ما فيه غير مشير، وذاك الصبغي اللي مشير فيه لو لا مشير لو غير مشير طبعا، والصبيغي الثاني غير مشير لو لا بين ديالو جوج ما فيهمش اشعاع. هاد الصبغي غادي يعاود يمر كناخذوه في المرحله الاستوائيه، غادي يمر بالانفصاليه وغادي يمشي النهائيه، دائما الانفصاليه موراها النهائيه. الانفصاليه غيوقع انشطار طولي للصبغي وغيعطينا صبيغي مشيع، ولو فيه لولب مشيع ولولب غير مشيع، وغيعطينا الصبيغي الثاني هو هذا اللي غنقول لكم دابا غير مشيع. كل اذا عندنا صبيغي مشيع وصبيغي غير مشيع، هاد عاوتاني هاد الصبغي الاول غادي يتعرض الى المضاعفه في مرحله السكون، فيه لولب مشير لولب غير مشير، غيفتحوا لولبان، اذا واحد زرق غير مشير والاخر احمر مشير، غيتكون لولب جديد من خلال مكونات الوسط اللي هو غير مشير، عندنا تيميدين غير مشيعه، فغيكون لولب، فغتكون جزيئه افي ان فيها لولب مشير لولب غير مشير، وجزيئه افي ان الثانيه 100% غير مشير، فغيكون صبغي بذلك المضاعف في صبيغيين، صبيغي مشير وصبيغي غير مشير. هذه كيبان في الملاحظه. هذا بالنسبه للصبيغي الاول، غادي نمروا للصبيغي الثاني حتى هو غيتعرض للسكون الى المضاعفه، هو 100% غير مشير، لولبين ديالو بجوج غير مشيرين، فكل لولب غيتكون عليه لولب جديد من يعني من مكونات الوسط، فغيكون عندنا صبغي مضاعف غير مشير. هذا الشيء اللي عندنا هو هذاك الصبغي. دونك كنصنفوا ملاحظه اخيره ان عندنا صبغيات مشيعه، الاشعاع يتموضع في صبغي واحد، وصبغيات 100% غير مشيعه، ما كاينش اشعاع في اي صبغي، يعني نوعان من الصبغيات، صبغي مشير حيث الاشعاع يتموضع في صبغي واحد، وصبغي غير مشير ودائما الصبغي تكون مضاعفه، لان قلت لكم في القسم غنباشر قبل ما تدخل الخليه كتمر بالسكون، والسكون في مرحله اس اللي كتمكن من مضاعفه الخبر الوراثي، اي ان الصبغي كيكون مكون من صبغيين. فهنا كنشوفوا على ان عندنا كل لولب اصلي يستعمل كقالب يشيد عليه لولب جديد، وهذا لولب جديد من مكونات ديال الوسط، وبالتالي فنقدروا نقولوا على ان مضاعفه الدائن تتم بكيفيه نصف محافظه. كنأكد ما معنى كيفيه نصف محافظه؟ ان كل لولب اصلي يستعمل كقالب يشيد عليه لولب جديد، وهذا اللولب اللي كيتكون من مكونات الوسط. اذا كان الوسط مشيع اللولب جديد غيكون مشيع، اذا كان الوسط غير مشيع فاللولب جديد غيكون غير مشيع. دونك هنا غادي ندخلوا بعد ما تعرفنا الى اليه مضاعفه الدائن غنشوفوا المراحل المضاعفه الدائن. حنا كنعرفوا على انه شفت في القران قريناه ان الدائن هي عدد نيكليوتيدات، ان الوحده البنائيه او البنيويه للدائن هي النيكليوتيدات، وكل نيكليوتيد فيه مجموعه فوسفاتيه سكر ريبوز واما قاعده ازوتيه ادينين او تيمين او سيتوزين او غوانين، وان الدائن هي عباره عن لولب مضاعف، كل لولب هو تسلسل وحدات بنيويه اللي هما النيكليوتيدات، وان في كل لولب ترتبط القاعده ا بالقاعده تي برابطتين، والسي بثلاث روابط بالجي، ما كاين تما خطا عند غير رابطتين. دونك هاد النيكليوتيدات تترتبط فيما بيناتها وكتكون لنا سلسله الدائن، هي هذه الدائن اللي هي مكونه من لولبين، والقواعد والنيكليوتيدات تختلف فقط بالطبيعه القاعده الازوتيه، نفس المكونات نفس السكر نفس المجموعه الفوسفاتيه، تختلف من حيث القواعد الازوتيه فقط. فماذا يقع
باش كيفاش كتم مضاعفه الدي ان. عندنا اللولبين، هاد اللولبين مرتبطين بواسطه روابط، يعني اللي هي روابط صلبه، فعندنا غادي تدخلنا واحد الانزيم، واحد الانزيم حنا غادي نشوفوها. هاد الانزيم كتسمى ADN ولا فصل ADN بولي إليكاز. هاد الانزيم تعمل على ماذا؟ لان باش يمكن لك تضاعف تدير الطوبل ديال كل لولب، وهاد اللولبين مرتبطين بيناتهم، خص تدخل واحد الانزيم اللي غتفكك الروابط ما بين اللولبين. هاد الانزيم يسمى ADN إليكاز. هاد الانزيم تعمل على فصل اللولبين، كتفرق لولب على لولب، وهذا الفصل طبعا يتم في نقط مختلفة. احنا غادي نشوفوها على اساس في نقط مختلفة. فهذه النقطة تفكلنا، ها يتم فصل لنا اللولبين وشكلنا ما يسمى بعيون النسخ. هذو هما الاماكن، هاد العيون فيهم غيتم التكوين او مضاعفة الـDNA لاجل نحصلوا على جزيئتين الـDNA. دونك هاد الانزيم يعمل على فك الروابط الهيدروجينيه بين القواعد الازوتيه المرتبطه فيما بينها، اللي كتشكل اللي كتربط لولب مع لولب. ف وهذا يعني الفك الروابط يتم في نقط مختلفه تسمى عيون النسخ. النتيجه فهو هو الفصل بين لولبي لولبين على مستوى عيون النسخ. في ذاك الاماكن فيها غيتم نسخ الجزيئين لي لولب جديد من الـDNA لكل لولب، باش يوليو عندنا أربعة لولبين، أي جزيئتين من الـDNA. وما كتدخل أنزيم ADN إليكاز اللي كتفك الروابط بين اللولبين، روابط هيدروجينية، ها هو عندنا هاد الأنزيم كتعمل في أماكن مختلفة، كتشوفو مزيان على أنها كتعمل في أماكن مختلفة. نعم، وهاد الأماكن اللي كتحل فيهم أو كتفصل فيهم اللولبين كتسمى عيون النسخ. تتدخل بعد ذلك أنزيم ثانية، هاد الأنزيم تسمى ADN بوليمراز. قبل ما نتكلم على دور الأنزيم ADN بوليمراز، فنعرفوا أن الـDNA مكون من لولبين، وأن الـDNA مضادات التوازن، يعني لولب ماشي من ثلاثة إشارة خمسة إشارة، ولولب ماشي من خمسة إشارة ثلاثة إشارة. هادي وقفنا قلناها بنية الـDNA. فهو من اللولبين اللي كيتحلو، ها اللولب ماشي من خمسة ثلاثة تم فتحوه، واللولب اللي ماشي من ثلاثة إشارة لخمسة إشارة كذلك تم فتحوه. هنا غندخل أنزيم ADN بوليميراز. هاد الضغط هاد الأنزيم ستعمل على بلمرة القواعد الأزوتية حسب تكاملها. القواعد الأزوتية كتكون كاينة حرة موجودة، كاين يعني النيكليوتيدات كاينة، كاين نيكليوتيد حامل أ، كاين نيكليوتيد حامل سي، كاين نيكليوتيد حامل جي، حامل القواعد الأزوتية أربعة القواعد. فهذا الأنزيم كيمشي وكيعمل على بلمرات القواعد الأزوتية حسب تكاملها. مثلا إذا كان عندنا نيكليوتيد فيه أ غادي يجيب قبالته تي، إذا كان عندنا نيكليوتيد فيه سي غادي يجيب قبالته جي. إلا أن شكون المشكل اللي طروح هو أن الأنزيم يعمل في اتجاه واحد، هذا الأنزيم كيعمل فقط في اتجاه خمسة إشارة ثلاثة إشارة، يعني أن البلمرة في لولب غتكون بواحد الطريقة، والبلمرة في لولب الآخر غتكون بواحد الطريقة. دابا حنا كنحاولوا بعدا نكملوا كيفية بلمرة القواعد الأزوتية حسب تكاملها. الـADN بوليميراز شافت يعني ان كاين نيكليوتيد فيه ا غتجيب قبالته نيكليوتيد فيه تي، جا صابت نيكليوتيد فيه تي غتجيب قبالته ا، صابت نيكليوتيد فيه سي غتجيب قبالته جي. فكنقول دورها هو بلمرات القواعد الازوتيه حسب تكاملها لاجل تكوين لولب جديد. وكنأكد قلت لكم على ان هذا الانزيم يعمل في اتجاه واحد، كيتسمى انزيم الربط بين النيكليوتيدات، وهو كيعمل في اتجاه واحد. هنا غادي نفسرو كيفاش كيعمل في اتجاه ديال اللولب، كيفاش كيبلمر اللولب، اللولب اللي ماشي من خمسة لثلاثة، وكيفاش كيبلمر اللولب جديد بعد اللولب اللي ماشي من ثلاثة أو خمسة.
طنفر انزيم الربط كيربط بين الميكروبيات المتكامله للولبين جزيئه الاضياء الجديده مع طبعا بين الميكروبيات اللولب جديد التركيب. دونك ها حنا اللولب كيتكون جديد قبل اللولب القديم بتكامل القواعد الازوتيه. وتنشوفوا على ان هذا اللولب دابا اللي كيصوب هذا اللولب اللي هو كيصوب قبل اللولب القديم فالقديم ماشي بخمسه ثلاثه اشاره وهذا اللي ماشي بخمسه هو اتجاه على الانزيم وبالتالي فغتكون غيكون تركيب متواصل. علاش؟ لان هذا اللولب هذا ماشي من ثلاثه اشاره لخمسه اشاره واللولب اللي تكون قبالته ماشي من خمسه اشاره لثلاثه اشاره وهو اتجاه على الانزيم اذا فكتكون كيكون البلمره بكيفيه متواصل. اذا كتاكد هذا الانزيم يعمل في اتجاه واحد من خمسه اشاره لثلاثه اشاره فاذا كان اللولب اللي غيتبلمر ماشي من ثلاثه لخمسه اللولب اللي غيتبلمر جديد غيكون ماشي من خمسه لثلاثه وهو اتجاه عمل الانزيم. اللولب الثاني تنشوفوا انه ماشي من خمسه لثلاثه اللي غتجي تصوب ادي اي بوليميراز اللولب جديد فغتكون بالمرة متقطعة لماذا؟ هي كتخدم كتعمل من خمسة إشارة ثلاثة إشارة وهذا اللولب هو ماشي من خمسة لثلاثة فاللولب اللي غتبلمر قباته منين ماشي؟ ماشي من ثلاثة لخمسة ثلاثة لخمسة هو ضد اتجاه عمل الأنزيم فغتبلمر طريق وتعاود ترجع وتعاود تبدا دائما خاصها تمشي هي من خمسة لثلاثة فكتكون بالمرة متقطعة وهكذا يتم تركيب لولب جديد مقابل للولب القديم باش كنحصلو في الاخير على جزيئتين من الـ ADN طبعا بمساهمة انزيمات كنأكد الانزيم الاول هو ADN إليكاز التي تعمل على فصل الروابط الهيدروجينية بين القواعد الازوتية اللي كتدخل في تركيب ADN وعندنا الانزيم الثانية هي ADN بوليميراز هذا الانزيم تستعمل على بلمرة اللولب الجديد مقابل اللولب القديم بكيفية متصلة إذا كان اللولب ماشي من ثلاثة إشارة لخمسة إشارة لأن اللولب اللي غيصوب جديد هو ماشي من خمسة لثلاثة وهو اتجاه على الأنزيم بكيفية متقطعة إذا كان اللولب ماشي من خمسة إشارة لثلاثة لأن اللولب اللي غيصوب جديد هو ماشي من ثلاثة لخمسة وهو ضد عمل اتجاه الأنزيم ونتأكد على أن